الوطن وإلى ولاية الوادي مع المقدم رحمون عبد العزيز مدير الحماية المدنية بولاية الوادي. أهلا بك معنا. أهلا سيدتي، شكرا مرحبا. لك. إذن تنبيه ثاني من طرف مصالح الأرصاد الجوية بعد الولايات الشرقية، طيلة اليوم ستكون هناك أجواء حارة بكل من بسكرة، الوادي، تمر راست، أدرار، غردايه، وورقلة. درجات الحرارة إذن ستتراوح بين 45 و47 درجة. هل من خطة لتدخل نظرا لهذه التنبيهات؟ تفضل. شكرا سيدتي. فيما يخص ولايتنا في ولاية الواد، هناك إجراءات وقائية وعملية راهي مسطرة من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية الواد، وهذا تطبيق لبعض التعليمات، وكذلك كعادة مألوفة. وفي كل مرة عندما تكون هناك بطاقة أحوال جوية نقوم بإجراءات نتخذها في كل الميادين سواء العملية أو الوقائية. ما فيما يخص الجنب الوقائي، هناك نشر بعض النصائح على الفيسبوك وكذلك في على الإذاعة وكذلك على الجرائد وكذا، وبالأخص إلى قناتكم هذه القناة الواقفة جنبا إلى الحماية المدنية في نشر بعض التعليمات، بعض الإرشادات والنصائح. بما يخص الأمور الوقائية، هو إبعاد الابتعاد أكثر، مخصصة للأطفال والمسنين، من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن الباردة، واستهلاك المياه، وكذلك بالنسبة للسائقين كذلك أعطيناهم بعض التوصيات فيما يخص السيارات، نتاعهم ببعادهم، وخاصة اللي راهم مركبين فيهم الغاز وكذا من 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 أماكن الحارة، وكذلك عدم ترك بعض السوائل او بعض القارورات، وخاصه العطور وما شابه ذلك، من ديودورون الى حوايج هذو، باش يبتعدوا على انفجارات. بعض الاحيان تصير انفجارات من ابسط الامور وتؤدي الى امور كبيره. هذا من جهه اخرى، الى تنقلنا الى البساتين، فربما الى احنا عندنا في الصحراء بساتين تاع النخيل وكذا، اللي راهي كل يوم نشاهدوا الاشتعال، كل يوم كان حرق تاع النخيل. غير السنه عندنا احصائيات ما قدرنا اشتعال ما يقارب 1000 شجره في 6 شهور. هذا السداسي الاول، هذا 1000 نخله، يعني كل يوم كاين حرق نخيل من جراء عدم تطبيق بعض التوصيات الامنيه اللي تبعد هذا الامور. هذا في مخص هذه مخص الجنب الوقائي. كذلك في اللي راهم يستعملوا في الطرق الوطنيه والولائيه، نعطيهم بعض الارشادات، فالهرمون السرعه، وكذلك عدم ترك العجله نتاعهم منتفخه كثيرا، هي خطره من كثره الحراره تسبب في الانفجار تاعها، الانفجار وبالتالي تحدث عواقب وخيمه، ممكن في بعض الايام تسبب حتى في ارواح السائقين. هذا من جهه الجنب الوقائي. اما في الجنب العملي، هناك يوميا اننا سخرنا كامل الوسائل الماديه والبشريه، بما خاصه المخصصه للحرائق، مخصصه للحراسه في البرك المائي، في بعض البرك المائي من طرف الغطاسين، المشاركه في المسابح، القيام بدوريه تاع المسابح اللي راهي تستغل من طرف الاطفال، وكذلك المشاركه نتاعنا، فلربما راكم على علم باللي راهي حتى ولايه الجنوب راهي تشارك في عمليه الحراسه وعمليه المشاركه في الرتب المترقب لكولون موبيل، لي بريغاد دو كولون موبيل، اللي راهي فلربما غدوه عندكم عين، فلربما هي ماشي فلربما هي غدوه الانطلاقه تاع كولون موبيل غدوه برومي. ستكون لنا متابعه ان شاء الله. شكرا. نعم، شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك المقدم رحمون عبد العزيز مدير الحماية المدنية بولاية الوادي، كنت مباشرة معنا. شكرا جزيلا لك.